ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف محافظ إدلب الأستاذ ثائر سلهب، أهلا بك. يا أهلا وسهلا أستاذ، يعني حضرتك أكيد شاهدت معنا التقرير، الأهالي جميعهم أجمعوا على نقص خلينا نقول قصص هي أساسية وضرورية بالحياة، إن كان شبكة الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، حتى وسائل النقل، وبعض الأهالي تحدثوا عن وجود أنقاض ربما. ما هي خطة المحافظة خلال العام الحالي لدعم هذه المناطق خلينا نقول بالخدمات الأساسية لدعم عودة الأهالي إليها؟ نعم طبعا، نحن بالنسبة لعملنا حاليا، نحن هناك عمل يتطلب سرعة واستجابة سريعة في المناطق التي يعود إليها أهلها من خلال تخديم بعض البنى التحتية كالمياه بالدرجة الأولى والكهرباء والصرف الصحي. نعم. أما على مستوى العمل خلال 2022، هناك لدينا جبهات عمل في الريف المحرر، بداية بالطرق اللي بتخدم الريف، خاصة الريف الشرقي من محافظة إدلب، إضافة إلى أعمال نقوم بها الآن من خلال إصلاح شبكات المياه وحتى شبكات الاتصالات، عندنا مشاكل فيها عم نشتغل عليها. نعم أستاذ ثائر، نعم اسمح لي، يعني هل هناك إطار دائما يتم الحديث عن وعود وخطط قيد التنفيذ، لكن هل هناك إطار زمني لتنفيذ هذه الخطط وهذه الوعود لدى المحافظة؟ هلا نحن بالنسبه للوعود، الوعود يمكن انا قلت انه هناك خطط او استجابات سريعه، يعني المنطقه اللي يعود اليها الناس يجب ان تكون هناك استجابات سريعه، هذه ما فيها مده زمنيه. اما المده الزمنيه تتعلق باعمال كبيره اللي هي على راسها اعمال الطرق، لدينا اعمال طرق كبيره جدا، لدينا شبكه طرق بحاجه الى تاهيل ومنها بحاجه الى تعبيد وتسفيد، هذا سنعمل عليه خلال 22 من موازنات 22. طبعا هناك اعمال نحن يعني نعملها بشكل يومي او بشكل اسبوعي، واللي هي موضوع الانقاض، لدينا كميات انقاض كبيره، نعتمد على ازاله هذه الانقاض من خلال تحديد ميزانيات محدده، لكن العمل كبير، نستفيد من بعض الميزانيات في ازاله الانقاض في الريف المحرر كاملا. أما الأعمال اللي بتحتاج إلى استجابة سريعة، منها ما يتعلق بالتربية، بالمدارس، بالمياه، هناك استجابات سريعة تؤمن مباشرة دون النظر إلى المدة الزمنية. نعم أستاذ ثائر، يعني وقناة سما ستتابع هذا الملف بإذن الله. محافظ إدلب ثائر سلهب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.